السلام عليكم، أنا حسين ذو الفقار. أنا بحب الأخشاب جدا وعندي هواية النجارة والتلوين. لما بشوف منتج بحب كده أعمل زيه، الميزة إن أنا بحب أعدل عليه وممكن أعدل في المقاسات وفي الديزاين وفي الألوان. بعمل منتجات، بعمل حاجات للبيت ليا ولأولادي. الميزة إن الحاجة بحاول أنقي الحاجة اللي تبقى عملية ومفيدة في الاستخدام. النهاردة عاوز أعرفكم كده على منتج جديد أنا عامله، تمام؟ عبارة عن رف بعلقات، تمام؟ في علقة من الجنب، أوريكم كده ممكن الاستخدام بتاعه. ممكن نحط عليه كده حاجات. الميزة إن هو ممكن يتحط جنب مثلا باب الشقة، ممكن يتحط في المكتب، في الحمام، في المطبخ، في أوضة النوم. عملي، شكله حلو. وأقرب لكم من قريب. إمكانية إن ممكن أعدل في المقاسات، وفي التعليق تحت هكتب المقاسات بتاعته الحالية والسعر، وأي حاجة ممكن تستفسروا عليها هجاوب عليكم إن شاء الله. مع السلامة.